احنا كمان معانا الفنان الكبير استاذنا الاستاذ رشوان توفيق. يعني المكالمه الاخيره من كام اسبوع كنا بنطمن على صحتك، دلوقتي بنبارك لك. الو، لا لا ابن غالي عندي والله العظيم، رب ربنا يكرمك. وبعدين النهارده بقى يعني دي بقى قاعده الكبرى بقى دي. الو، انا سامع حضرتك، كنت بقى بسمعك بس يا حبيبي. يعني انا والله العظيم ربنا، انا دايما بشكر بلدنا دي، انا مسميها مصر الطيبه واهلها الطيبين. وطبعا بشكر الدوله على هذا التفضل الكبير يعني، وبشكر جامعه القاهره، لان جامعه القاهره برئاسه الدكتور خشطه هم اللي رشحتني. ايوه، مش القناه، مش النقابات الفنيه اللي مرشحاني، جامعه القاهره اللي مرشحاني. وبشكر معالي الوزيره على تفضلها بانها بلغتني بنفسها النهارده، ربنا يكرمها يا رب. اي تقدير بيبقى يعني مهم وضروري، وزي ما كان استاذنا الاستاذ داوود عبد السيد بيقول، هو تقدير لشخص الفنان وقدره عندنا، لكن كمان لكل القطاع اللي بيمثله. وحضراتكم خير من يمثل الفن في مصر. والله والله يا منير يا شريف يا حبيبي، يعني انا مش عارف، انا دايما اقول يا ربي ربنا كرمنا بفضل الله الواحد الاحد ان يعني نتكرم واحنا عايشين، والدولة تكرمنا بهذا الشكل ربنا. يعني والله شيء يعني. أنا طبعا لما جامعة القاهرة رشحتني، أنا عبدت ربنا إن جامعة القاهرة إنها ترشحني، دي مسألة كبيرة عندي أوي طبعا. يعني قلت أفوز بها دي بقى من عند ربنا يعني شيء أكثر من رائع، وأنا مش عارف أشكر الدولة على تفضلها علي قد إيه. ربنا يديك الصحة وألف ألف مبروك ليك، الصحة طول العمر دايما أستاذنا الشريف، وكما بتكرمني دايما. لا يا فندم، ازاي؟ لا لا لا، ربنا يخلي حضرتك، ربنا يخلي حضرتك، تحياتنا لحضرتك، والف الف مبروك مره ثانيه. تحياتي يا فندم. شكرا يا باشا.